بخصوص الفلوس اللي حضرتك عندنا من الزمالك. ماشي. بص، انا كان ليا فلوس قديمه. انا بحكي لك السيناريو بالظبط يعني. انا كان ليا فلوس قديمه حوالي 3 ونص، وقعدت مع المستشار مرتضى وقال لي طب انت عايز تقعد ولا عايز تمشي؟ فقلت له لا انا عايز اقعد في نادي الزمالك. قال لي خلاص هتتنازل عن القديم واعمل لك عقد جديد. وهتلعب في نادي الزمالك. طبعا انا لعبت في نادي الزمالك، ما لحقتش العب طبعا. تمام. قعدت مع كابتن حسام شويه، ما خدتش الفرصه، ما لعبتش اصلا مع كابتن حسام. وفي الاخر لقيت بيقولوا لي خلاص انت مش معانا السنه دي. فقلت لهم، فطبعا ما اتفاجئتش من القرار يعني، وبالعكس انا كنت مبسوط ان انا مشيت من نادي الزمالك. دلوقتي رحت سالت في المنطقه، عرفت ان انا مضيت كنت انا مضيت لهم السنه بمليون ونص. فالمليون ونص ده قانوني، يبقى انا ليا عندهم 900,000، لان هم خدوني في القايمه الاولى، ضافوني على القايمه الاولى، وبعدين مشوني على القايمه الثانيه. فطبعا انا كده يعتبر ان هم كده يبقى انا ليا عندهم 900,000 حسب القوانين بتاعت اتحاد الكره واللوائح. تمام. بس دي قصه الفلوس اللي ما بيني وما بين نادي الزمالك. طبعا انا لو كنت عايز، انا كنت عامل شكوى من الاول. انا لو كنت عايز اكمل شكوتي من الاول وما اتنزلش كنت ممكن اكمل، لكن انا كنت عايز ابقى متواجد في نادي الزمالك، فما فرقش معايا الفلوس قد ما فرق معايا ان انا ابقى قاعد في نادي الزمالك. دلوقتي مستشار مرتضى عمل اليومين اللي فاتوا دول، طبعا كان الاعلام كله بيتكلم على المشاكل بتاعت المستشار، علشان في لعيبه جديده جايه بملايين ما بتلعبش. هو ده نفس الكلام اللي حصل معايا، في ده لعيب جايب ملايين ما لعبش. فهي برضو بقول ان هي، وفي نفس الوقت انا رحت في ظروف ما كانش فيها كوره. الدوري وقف مرتين ثلاثه، مش عارف. المهم انا مش عايز اتكلم على نادي الزمالك، انا خلاص دلوقتي مع هي دي الفكره. انت بتلعب باستمرار، انت لعيب كويس، فانت بتلعب باستمرار، فمستواك بيزيد. طب ما مستواك بيزيد خلاص، الطبيعي ان انت بيجري عليك اهلي وزمالك، هي دي الفكره. لكن انت جبت لعيبه، يعني اللعيبه اللي جت دي كلها لو ما لعبتش خلاص بالنسبه لها كانها ما راحتش ولا هي. بالنسبه لمحمود فتح الله برضو ازمه الفلوس هتحل معاكم يعني كلكم، يعني بالنسبه لي انتوا انتقلتوا لنفس النادي طبعا، كل ازمه الفلوس هتحل في قعده واحده، ولا كل لعيب بيبقى ليه طريقته وليه معاملته؟ والله يعني هو فتح الله ليه فلوس كتير عند نادي الزمالك اكتر من حضرتك. يعني الضعف، يعني فتح الله حوالي 6-7 مليون. فانا شايف ان هم يحاولوا يعني يحلوا الحاجات دي، لان فعلا اللعيبه دي لعبت بالفلوس. يعني عارف انت عملت معايا عقد وانا لعبت، انا ما قعدتش. تمام. فطبعا انا اما اكون انا بلعب بالفلوس دي، فده بقوله ده رزقي ورزق عيالي، فاهم؟ فاما تيجي مثلا تقول لي مثلا انا ليا 6 مليون تيجي تديني منهم 500,000 ولا مليون جنيه، يبقى حرام عليا. يعني انا اقعد 5-6 سنين في نادي الزمالك ما اخدش فلوس، واما اجي اطالبك بالفلوس يبقى انا كده باجي على النادي؟ لا طبعا. يبقى انا مثلا انا شايف ان هم هيحلوا، يدوني 65%، يدوني 75%، يقللوا شويه من الفلوس، لكن ما يدينيش مثلا 10% من الفلوس ويقول لي انا اديتك. كابتن انور سلامه يركز على بتوع الزمالك، خصوصا اللي انت كنت بتلعبه في نادي الزمالك، فيبتدي مثلا يشوف للعيبه دي هتبتدي تأدي في الملعب بطريقه احسن مثلا، ولا هو ما بيفكرش في النقطه دي؟ بص انا انا النقطه دي اتكلمت فيها مع كابتن انور. انا نفسي كاسلام انا مش هنزل ماتش في الدوري الا ما انا في او انا جاهز. زمالك غير زمالك. الزمالك يعني عشان اما اجي، يعني انا دلوقتي ممكن ما العبش ماتش الزمالك الجاي، مش هبقى زعلان. ليه؟ لان انا لازم، انا بقالي 4 ايام بتمرن في الجيش، في لعيبه بقالها شهرين، ففي لعيبه فت عندي. طب انا ممكن ابقى مش فت وانزل الملعب ما بقاش قادر اقف على رجلي، او انا مش فورمه، فالناس تتكلم عليا اكتر. طب ليه؟ طب ما انا لا ابقى زي ما حضرتك بتقول كابتن انور سلامه عادل في الموضوع ده. بالظبط، انا فت وابقى بتمرن وكويس وبجي ونفسي موجود ومتواجد خلاص، يبقى اقدر اخد ماتش والتاني والتالت واقف على رجلي. شكرا لزوحة.